اليوم مهدي الرماني، مدير التسويق الرقمي شاومي المغرب. اليوم عرف حدث اطلاق سلسله جديده من شاومي اللي هي سلسله ريدمي نوت 13. هذه السلسله اللي معروفه ومشهوره عند المغاربه بحيث انها الاولى من حيث المبيعات، وايضا توجد شاومي لانها الاولى في المبيعات في الربع الاخر من 2023. هذه السلسله طبعا الجديد فيها هو الهاتف الرائد ديال ريدمي نوت 13 برو بلس 5G. هذا الهاتف اللي جاب واحد المواصفات خارقه، امكانيات اللي ما يمكن تلقاها الا في هاتف من الهواتف الرائده اللي كيتجاوز الثمن ديالها 10000 درهم فما فوق. هذا الهاتف اولا كيمتاز بكاميرا ديال 200 ميجا بيكسل، وهذه الكاميرا فيها بزاف ديال يعني بزاف ديال الخصائص، وتم توظيف الذكاء الاصطناعي فيها باش تحصل على احسن الصور. ايضا الشاشه كتجي شاشه بريميوم اللي هي كيرفت، شاشه منحنيه. ايضا الهاتف ما نساوش انه مقاوم الماء، اضافه لهذه الخصائص كامله البطاريه فيها 5000 ملي امبير. ايضا كيتمتاز بالشحن السريع اللي هو 120 واط، كنهضروا على تقدر تشارجي الهاتف ديالك من 0 ل 100% في اقل من 20 دقيقه. هاد السلسله ما كافياش غير في هاد التليفون هذا، مازال كاين عندنا تليفون اخر اللي هو ريدمي نوت 13 برو. هاد الهاتف مازال محتفظين به حتى هو نفس الخصائص ديال الكاميرا 200 ميجا بيكسل، الا انه كيختلف من حيث الشاحن اللي فيه 67 واط، وكيبقى الهاتف الرئيسي هو المحبوب عند المغاربه اللي هو ريدمي نوت 13. كيجيب كاميرا ديال 108 ميجا بيكسل، وكيجيب بزاف ديال الخصائص اللي غادي نكتشفوها جميع ان شاء الله في هاد اللقاء، ان شاء الله في التقديم اللي غادي نقدمه ان شاء الله.